السلام عليكم. النهاردة يا جماعة احنا في المنيا في الرياض في منطقة المنسية، هنشوف العروض اللي مقدمها المنيا النهاردة. عايزين نشوف القلاية الهوائية، في طبعا كذا براند من القلاية الهوائية. أول براند معانا اللي هو تيفال، ونشوف أسعاره. دي طبعا عروض الميجا سيل 2021. دي أول قلاية تيفال، دي قلاية بدون زيت 777، 707. طبعا القلايات الهوائية ديت يعني مش هنقول ان هي بدون زيت قوي، لا هو بيتحط لها زيت بس قليل جدا، يعني ممكن معلقة زيت تقلي مثلا بيها كيلو بطاطس ولا حاجة، او نص كيلو بطاطس اللي هي فرايز، فرنش فرايز. يعني بنقلل عملية الطبخ بالزيت. دي برضو موديل تاني من تيفال، دي صغيرة شوية. في برضو دي تيفال، طبعا هي مش للبطاطس بس، هي اي حاجة ممكن تتقلى بالزيت انت ممكن تعمليها هنا، يعني ممكن تتعمل هنا عادي. وفي انواع منها زي ما هنشوف بعد شوية، الدلونجي ممكن يتعمل فيها كيكات حلويات. دي مولونكس، دي مش مكتوب عليها السعر. دي بتتفتح من فوق، دي كينوت شكلها ضخم جدا برضه مش مكتوب عليها السعر. في حاجة هنا من فليبس 219، دي فليبس. في هنا مولينكس 345، دي كينوت زي اللي شفناها من شوية. دي دلونجي، ده يمكن الإصدار قديم شوية من دلونجي، دي مش مكتوب عليها السعر. طبعا دلونجي يمكن من أحسن المنتجات في الإير فراير، هي منتجاتها كلها كويسة. دلونجي السخن بتاعها فوق، دلونجي ماركة كويسة جدا. هنشوف منتجات لها تانية أحدث من كده شوية. في حاجة هنا بلاك اند ديكر، دي بتتفتح زي الفرن.
ده نوع تاني انجوي، يا رب بكون بنطق الاسم صح. دي الكرتونة بتاعتها من أشكال تانية. يا ريت يا جماعة اللايك، ما تنسوش اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتنا، وما تنسناش من الشير. دي حاجة تانية انجو، مش عارف دي اكسبير، مش انجول، دي اكسبير هي ولا قبليها. اكسبير برضو كلهم نفس طريقة الفتح، بس في حاجات عشان المنتجات لسه جديدة فصعب انها تتفتح. انا بستخدم ايد واحدة عشان بصور بايدي التانية، فاعذروني ان انا مش قادر افتح. في بقى الدلونجي، دي من احسن الاير فراير اللي ممكن تستخدمها، في منها موديلات كتير. طبعا هي بتتفتح كده، يمكن اوسع حاجة دي المفروض ان هي بتلف عشان تقلب، دي حالة الانتفال، دي كذا بروجرام تظبط من هنا على حسب الوقت او على حسب المنتج اللي بتعمله او الحاجة اللي بتطبخها، حاجة مخصوصة مثلا للحلويات او للمعجنات. دي تقريبا من فرايز، فرنش فرايز، يعني حسب البرنامج، حسب الحاجة اللي بتعملها ليها البرنامج بتاعها. ده موديل تاني منها، هي نفس الشكل بس موديل تاني. دي برضو فيها اللي بتقلب الأكل. بيتهيألي الموديل ده مع الحلة دي، الحلة ديت لتعمل كيك أو أي حاجة. طبعا بتشيل بقى الحلة التانية اللي هي فيها الملحق اللي بيلف ده، بس إن ديت عايزة تعملي فيها كيك أو عايزة تشوي فيها حاجة. دي شواية برضو تحط جواها، دي برضو موديل تاني من دلونجي. نفس النظام برضو، دي الكرتونة بتاعتها. دي تيفال، تفعل برضو كويسة. تقريبا بتلف ديت، مش متأكد اوي يعني. في برضو حاجات تانية،
دي كانت فتحش على الاخر تقريبا، لا تتفتح اهي. في هاديات ممكن تحط فيها مثلا الفراخ اللي هي زي بتاعت كنتاكي او البطاطس او اي حاجة، وتتقلى فيها بدون زيت، او بحبة يعني معلقة زيت، ومعاها صينية تانية ممكن تعمل فيها اي طبقة او حاجة يعني. برضو ديات كويسة جدا شكلها من فوق، هي ضخمة شوية. دي سعرها 499. يا ريت يا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنسناش من اللايك والشير. دي اكسبير برضو، دي تحس ان هي اوسع شوية من كينوت، برضو نفس المنحكات. فيها صينية هي فوق، هي طبعا الصينية مش تعتبرش صينية قوي، فيها 3 شبكات، شبكة غويطة ومعاها بتاع المدور ده، ده اللي بيقولنا بتحط فيه مثلا أي حاجة عايزة تتقلى وممكن تلف. دي شاشة تاتش، في برضه ديت اكسبير برضه، طبعا حسب الليتر فيها، ديت 23 لتر، 1700 واط. ده تحس ان هو عامل زي الفرن او الميكرويف. دي أوسع واحدة يمكن فيهم، دي شواية مع هذا الحامل اللي ممكن تجيب بيه الحاجة وهي سخنة تمسك بيها. وفي صينية ورف كده، طبعا المفروض الإزاز ده يكون حراري. شكلها في برضو الفيليبس، كذا موديل من فيليبس. برضو شكله مش مكتوب لي سعره، أو يمكن ده سعره. دي برضه فيليبس، كأنها بتلف بس أنا شايف إن هي ثابتة. دي برضه من فيليبس، دي واسعة شوية، مش عارف هي بتلف من تحت ولا إيه، حاجة عاملة زي مروحة كده أو شبه المروحة تقريبا. هي ديت كل المنتجات الاير فراير اللي موجودة هنا، بس في ما في حاجات هي تانية. هو تقريبا ده كل المنتج اللي موجود هنا بالنسبة للآلات الهوائية. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، كنا في جولة مع الآلات الهوائية في معرض المنيع من الرياض. ياريت يا جماعة تشتركوا في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من فيديوهاتنا، وياريت ما تنسناش من اللايك والشير. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة. السلام عليكم.